مكملين بنماذج الأمهات السوريات، ووصلنا بصباحنا غير لليوم مع أم سورية هي تحدت ظروف الحرب وتحدت كل منغصات الحياة، وهيدا الشيء زاد من قوتها. وفعل الأمومة الفطري جواتها كان عنوان لحتى ترعى أكثر أبناء. ضيفتنا لليوم لما بتشوفها بتقول إنه هي أخت رجال بمعنى الكلمة، الأم والصيادة السورية أماني الحمصي أو أم محمد. أهلا وسهلا فيكي. الله يسلمك. صباح الخير، كل عام وأنت بخير. وأنت بخير يا رب، وكل يعني الأمهات والسيدات السوريات بألف خير. يعطيك العافية. بيقولوا أنه هذا الشعور جميل. يمكن اخترتي مهنة معينة لإلك وهي الصيد، خبرينا عن هي المهنة. أول كل أنا نشأت ودرست بمدينة حلب، اضطريت اني شفت الاعلانات البنات الانتساب للكليه الحربيه للبنات، قدمت على الكليه الحربيه للبنات بس ما تم قبولي فيها، لا بده شروط محدده، وظلت يعني امنيتي انه بدي اتقدم للكليه الحربيه للبنات. في عام 2012 وقت اللي صارت الاحداث بحلب رحنا نزحنا لمنطقه جبلي. في جبلة شفت أكثر سكانها من الصيادين، لما كنت أطلع أشوفهم شلون عم بيصطادوا صار عندي حب الفضول إنه أكمش هالبنادق، بدي أتعرف عليها، بدي أشوفهم شلون عم بيصيدوا. فقلت لهم يعني إنه ورجوني كيف عم بتصيدوا، كيف عم بتعملوا، ورجوني هي. أعطوني ومرة على مرة صرت أرمي، وبعدين صرت أطلع لحالي ما أستنى هذا. تمام. يعني يمكن إذا بنشوف بارودة أو أي شيء بنخاف منه، ولكن لا، أنت تجرأتي وتعلمتي بالشكل الصحيح. خلينا نحكي، أنت ومين بتنزلي على الصيد، ومين أكثر حدا هيك علمك أصول الصيد؟ هن سكان الضيعة الريف جبلي اللي أنا كنت ساكنته كانوا كلهم الصيادين يعني. فكنت كل ما أمشي أشوف صياد أشوفه شلون عم يعمل، عمل لي هاي، ساوي لي هاي هيك، ورجيني هالبندقية اللي معك، أتدرب لهيك تمرنت لحالي. شو شعورك وقت بتنزلي؟ بتحسي بالسعادة؟ صارت مهنة بتحبيها؟ وين أكثر الأماكن يلي بتلاقي الشيء اللي بدك إياه فيه؟ أكيد بالبساتين، بالجبال، بالطبيعة يعني. شو بتصطادي؟ بصطاد أنواع طيور يعني معينة، هي بيكون طعمها كثير لذيذ وطيب. نعم. ما بعد الصيد يمكن، او ما بعد ما حدا يسمع انه انت صياده، يعني انت بدك ما يكون شعرك كثير طويل او عندك اظافر وهيك، لا انت محافظه على الانوثه ومع مهنه طبعاً. الصيد. خلينا نحكي يعني ممكن هي التجربه اللي انت قدرتي انك انت مثل اي ام سوريه وامراه سوريه انك انت تنتقلي من مرحله يمكن معاناه هي كانت على الكل لمرحله شيء على ارض الواقع عم تنفذيه. خلينا نحكي كيف مع اولادك هيك، كيف يعني اول ما بلشتي الصيد كيف تقولي لهم او بتاخذيهم معك لاولادك وبتحبي تعلميهم؟ بالنسبه لاولادي ولا مره ما طالعتهم معي على الصيد لانه لساتهم صغار. أوكي. يعني بخاف عليهم، بدي وعي وحرص، ما باخذهم معي لساتهم صغار. بس اولادي بطبيعه الاحوال لما بشوفوني بثياب الصيد بيفرحوا كثير، واللي بيفرحهم اكثر انه انا راح اجيب لهم طيور من الصيد، يعني بينبسطوا كثير فيها. يعني اليوم انت بتنقلي لهم لاولادك هي المهنه، بتحكي لهم عنها، عن اهميتها، عن التميز يلي موجود عندك فيها بهي المهنه؟ ايه اكيد بقربهم من هالهوايه كثير، وهن بيقدروها هالهوايه. انت اخذتيها هوايه اكثر ما هي مهنه؟ لا، هواية. وبعدين حولتها لمهنة، صارت عندي مهنة بشتغل على مواقع التواصل الاجتماعي وبدعم جروبات الصيد، صارت مهنة عندي يعني. بس وبالنسبة لأولادي يعني بطلع لهم على هالهواية، بس ما بخليهم يعني يتقربوا من البنادق الصيد لأنه لساتهم صغار. صغار صحيح. أم محمد، اليوم بعيد الأم، شو بدك توجهي رسالة لكل الأمهات اللي عم يتابعونا يلي بحبوا يعملوا شيء بس ما عندهم يمكن هي الجرأة يلي بتملكيها حضرتك، أو لمهنة هن بحبوها، حتى كيف يطوروا ذاتهم ويبنوا حالهم بالمجتمع السوري؟
بحب وجه لكل أم سورية أنه تكتشف هوايات أولادها مهما كانت صعبة أو بسيطة، لأنه ممكن بهالأيام تصير الهواية لمهنة أو مصدر رزق ويصير فيها شهرة، فلذلك لازم يشجعونا على هالمهنة. يعني كيف بتقدري بين تنسقي خلينا نحكي بين المنزل والعمل داخل المنزل والأوقات يلي لازم تنزلي فيها على الصيد، وفي أوقات معينة لازم تطلعي فيها هلأ من البيت وتروحي لأن يمكن هلأ بتلاقي الشيء اللي بدك إياه؟ طبعا الصيد عندي هواية، ما بطلع غير بأوقات فراغي، وأوقات فراغي بتكون دائما بالعطل المدرسية، وبأمن أولادي عند الماما، وبحب بهالمناسبة يعني أوجه لها قال لك العام وأنت بخير والله يخلينا إياك ونبينك فوق راسنا. نعم، يعني أم محمد بالختام نحن بدنا نعايدك وبدنا نقول لك برافو عليكي إن الشيء اللي بتحبيه نفذتيه بالحقيقة وعلى أرض الواقع. شكرا كثير لحضورك، وانبسطنا اليوم بطرح هذا النموذج من الإمرأة الإخت رجال. تسلمي تسلمي، شكرا كثير لك ولوجودك معنا لليوم.